السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا هو معطاوي. حنايا قبل نبداو ماذا بكم عطونا كيما نقولوا حنا، عاونونا بارطاجونا لي فيديو تاعنا، عطونا جيم كومونتير باش نسقطوا التبليغات تاع الحشرات الضارة هذه هي، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. معطاوي يعني قبل القائمة استقال، قال إذ تم استدعاء هذا اللعاب إلى المنتخب الوطني الجزائري الأول وهو ينشط في الرديف نادي كوبنهاغن فهذا يعتبر إهانة للمنتخب الوطني الجزائري. أخويا قال كيما ضروك تنتقد أنت بن ناصر، تنتقدوا بن ناصر، تعقلوا مع اللي خرج كمال مهوي. شتاقى كمال مهوي؟ قال كيف يخلو شيتا ويروحوا يجيبوا بن ناصر هذا من الرديف تاع ارسنال اللي مكاش لي سابع به. حنا لو كان نديرو خرج خطره واحد عن القناه تاع النهار يولو فيه نهار ضربه تاع مصطفى مازا، خرج يقول لهم، قال لهم بابا مشي سامع به جابوه ليك ارسنال، وهذا لاعب هذا خلصت سمو ناصر. هذو الناس هذو ما الله غالب عليهم، على بالك تيبو يهدر كيما قال لهم هذا معطاوي. يعني جا عنده مساحه في التلفزيون تاع الجزائر، عند الهيشر، عنده مساحه عند الهيشر وين يقول لك باللي جابوا محرز وداروا من جهته ماندي باش يبينوا محرز ما كان والو خاطر ماندي مشي لعاب. هيا روح انت ساهمني باش نفهم هذا واش راه ساهم. هذه كاينه كيما خرج عليكم ديك خطره مسيلمه كذاب قدام البارتيه في الطوب، في الطوب اش تيقول له؟ قال الخامتي بيلعبوا محرز ويلعبوا له ماندي منه ويقعدوا يلعبوا من جد بالرحمه في طوب يبينوا باللي محرز ما كان والو ويطردوه. صح، حبس دير نقطة في الروتور هذه. من بعد شفنا محرز مكاش، بالرحمة مكاش، كسموه بونجاح مكاش، تما وين راهي هدرتكم؟ وكي دخل محرز ماندي دخل في اللاكس دخل له رضوان، أيا وين راهي هدرتكم؟ هدرتكم هدرة تاع أنا قلت لكم باللي نتوما هدرتكم وزراط المعيز غي كيف كيف. نتوما الهضره تاعكم وزراط المعيز غير كيف كيف، هذا مكان عندكم مساحه عند الهيصر. انا وين غسلت يدي هكا؟ غسلت يدي من نهار اللي شفتكم تقولوا الماتش يتعاود، كذبتوا كذبه وامنتوا بها وروحتوا حتى الفيفا ورقدتوا. هذيك صوفيا دايره كل بقره قاعده راقده عند الفيفا، راقده راقده في سوق تيتوان، دائما يديروا في التبهديله. يعني اكبر اضخوكه شفناها في تاريخ كره القدم جامي صرات. صرات وين صرات؟ صرات مع هيشر، يعني دعموا في عصابه ما فهمناش، ما كاش كاع ما كاش وكاش ما كاش. وين عاودوا نولوا وين؟ قالوا اذ تم استدعاء هذا اللاعب الى المنتخب الوطني الجزائري امين شيخا، يعني وهو ينشط في رديف نادي كوبنهاغن فهذا يعتبر إهانة للمنتخب الوطني الجزائري. قالوا المنتخب الذي فاز بكأس إفريقيا، المنتخب الذي لعب 4 كؤوس للعالم، المنتخب الذي يمتلك رقم قياسي في العالم في عدد المباريات بدون خسارة. يعني الجزائر أصبحت تستدعي لاعب يلعب في نادي ضعيف جدا في أوروبا ويلعب في الرديف ويتم استدعائه للمنتخب الوطني الجزائري الأول، هذا يعتبر كارثة كبرى وفضيحة من الفضائح إذ تم استدعائه. يا ودي عيطنا له الفضيحة، احنا الفضيحة أكبر فضيحة نقول لكم سيلا. من خرجنا خرجت البائع في 2022 وحصلته في السحور، هيا أكبر فضيحة. ومن بعد خرج المدرب 40 يوم من بعد قال لكم داروا لنا أربيت يهدر إسبانيولية، هذيك فماك شعباوية. أكبر فضيحة، خسرنا هنا في بلادنا، روحنا جبنا فيكتوار بالكاميرون وتإليمينينا هنايا ومن بعد حصلنا في أربيت.
هذيك أكبر كذبة. وزدت خسرنا مع موريتانيا، مع موريتانيا راه عندنا فيديو هنا راه يدور في التيك توك ويدور في الفيسبوك، يعني مدرب السابق شتا يقول لهم طيحوا دوموندو الفار خطه جوارة يعني حابسين باش يدخلوا، مش يقولوا ما كي وين راه الكوتي ضعيف تاع موريتانيا وادي تلعبوها وكيف دي باس منا من لا، هو يقول لهم طيحوا دوموندو الفار. هذه كاع مكاش، مكاش مدربين كبار مكاش هذه. ومن بعد هو حصل في الفار، ومن بعد سكت سكتوا حصلوا في الفار، ناس حصلوا في الفار، مدرب يلعب بيدو خطه اكبر فضيحه. ومن بعد خرجوا يدافعوا على بن عمري، واش قال؟ قال لك لا بن عمري ما قالهاش. الله يجيب لي امنكم، الله يجيب لي امنكم. انا نقول لكم والله كيما نقول لكم يا جماعه، هذه باش يكون على بالكم. هذو ناس الله غالب، تشوف انت يا نقولوا بلي الناس تشوف معطاوي يتكلم على على شايبي، ومن بعد كان يقولوا شايبي، شايبي ما كان التقليعه تاعو زيرو، كان زيرو التقليعه تاعو زيرو، التقليعه تاعو زيرو. شوف ومن بعد خرج معطاوي بروحه يقول لهم نورمالمون ما يعيطولوش. يا ولدي دروك انتوما بصح مزيه مش داير عليكم، مزيه المدرب ما راه سامع بالحاجه الشابه مي ما راه سامع بكم، يعني هو الله يحسن عونكم خمس سنوات. كاش خمس سنوات خرج عليه معطاوي نقولوا ثلاث عامين، هذا خبي ثلاث سنين معطاوي في 2022 بعد الاقصاء المذل وخرجة البعير من كاس افريقيا. شاه دار تيتر كبير قال لهم، قال له ارحل بالماضي. الناس طاحوا عليه يعني ناقصين شخصيه، بعد نعاودوا نقلبوا بعد ما يقول كله نجمة بالماضي. قولها لروحك، انا ما جيت تقولها لي، انا ما غاديش نقولها لك. انا ضد مدرب يعني اللي ما يعرفش، ما يعرفش كيفاش يقرا الناس ولا تقرا فيه الكوش دروات. يا رب العالي انتوما كيف ما تمشوش ودرناها لكم، كيف كيف انتوما ما تسمعوهاش. مدرب تاع بوركينا فاسو قال له على بالي كي يدير القائمه، على بالي شكون غادي يلعب. تاع موريتانيا ما سمعتوش من كمال مهوي قال له شنو تقول على قد ما شاء الله، قال له روح قول لونترينا تاعك وجد روحه، ما تهضرش معايا انا، روح قول لونترينا وجد روح. حق ما خرجوا لي فناره تاعنا شنو قال لك تاع موريتانيا يلعب بالنار، يهدد يعني اكبر مدرب في تاريخ افريقيا ويقلبه. قال له اكتب البول لعبت بلعب 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 زدو زدو دو دو زدو دو 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 أيوة. ضربت ثلاث زوج خطرات في البارة، زوج خطرات في البارة يقصروا علينا، كانوا غادي يخرجونا موريتانيا كان غادي تربحنا بزوج ولا ثلاثة. من بعد يخرجوا كان يلقى كان يقول لك ما تنساش بلي هذا ما تنساوش الخير تاع المدرب خرجكم في 2019. أنا خرجني الاسم تاع الجزائر ما خرجني تا واحد، المدرب هذاك السابق جاما بالماضي كيما خرج الجزائريين خرج غينيا استوائية فانيك فرحوا، وخرج الشعب تاع الكاميرون فانيك فرح اللي كان قاطع الياس خسر في بلادو وجا رايح، وخرج موريتانيا فانيك فرحوا. ما تنساوش مدرب جاما بالماضي خرج ثلاث دول فرحوا، خرج موريتانيا فرحت، خرج الكاميرون فرحت، وخرج غينيا استوائية فرحت، وخرج حتى تنزانيا من جد دارتنا ماتشني لهنايا 0-0 وتكاليفاو فاني خرجهم فرحت. تما خرج ربع دول افريقية كان حنين معاهم. تربح هي كسر معايا انايا تقول لي خدار فيا خير، دار 14 مليون اورو بلا امتيازات تاع خالي دارو فيا، ما دار لا خالي لا والو، جاب لك كوب دافريكو كماصات موراها كماصات السبعة تاكل فيك. أموالك زوج دورات ما ربحت، على بالك بلي زوج دورات ما ربحت، كان يقول لك 35 أو زوج دورات في كوب دافريك ما ربحت.
على بالك بلي 24 منتخب خرجنا حنا التوالى، على بالك بلي اول مره صرات، اول مره صرات في تاريخ كره القدم الجزائري، اول مره. اسكتوا معطاوي، اسكت صحيح، اسكت اسكت اسكت، تعطينا